مرحبا واهلا وسهلا فيكم بسؤال فلكي جديد. واليوم سؤالنا الفلكي بيحكي: من هو الكوكب اللي بدور حوالين الشمس بتستغرق لفته حوالين الشمس 165 سنه؟ رح نسال الناس نشوف مين هو هذا الكوكب اللي بلف حوالين الشمس 165 سنه ونشوف اذا بيعرفوا يجاوبوا على هذا السؤال. يلا، ايش هو الكوكب اللي بلف حوالين الشمس بياخذ وقت 165 سنه؟ 165 سنه. كيفك؟ شو اخبارك انت؟ انا منيح. انت؟ والله بخير بفضل الله. اسمع، في كوكب بياخذ وقت 165 سنه ليلف حوالين الشمس. خيارات؟ لا، ما هم كلهم هالكم من كوكب يعني. ما مزبوط. يا زحل يا عطارد. طب الارض قد ايه بتلف حوالين الشمس؟ 360. كمان هاي غلط. تخيل. لا، عطارد 365 يوم وربع. وربع مزبوط. والسنة الجاية 366، لأنها إيش؟ لأنها بتزيد، لأنه كبيسة. يس. شو أخبارك؟ تمام، الله يخليك. كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. في كوكب بأخذ وقت 165 سنة ليلف حوالين الشمس، إيش هو هذا الكوكب؟ مين هو؟ أنه واحد فيهم. طب زدتي لك، هم تسع كواكب، زدتي لك واحد. مشتري؟ لا. عطارد؟ في كوكب بأخذ 165 سنة ليلف حوالين الشمس، مين هو هذا الكوكب الحلو؟ أو أكيد أضربي لك رقم هيك، أضربي لك اسم. آخر واحد بلوتو. لا صراحة أعرف عليك. عزم العبادي. سيد عزمي، في كوكب بيستغرق 165 سنة ليلف حوالين الشمس. هلا مش الأرض بتلف بسنة؟ هذاك 165 سنة، شو هو الكوكب؟ 165 سنة، شو الكوكب؟ في كوكب بيستهلك ليلف حوالين الشمس 165 سنة، مش الأرض سنة؟ أيوه. هو 165 سنة. أنو كوكب هذا؟ المشتري. جرب لك واحد تاني. زحل. هلا الأرض مش بتستهلك سنة لتلف حوالين الشمس؟ صح. في كوكب بده 165 سنة ليلف حوالين الشمس. كوكب المريخ. ليش المريخ يعني؟ هيك حبيته. حبيته؟ طب هو بعد هو جمنا يعني، بده مش سنة، بده أقل. والله ما بعرف. الأرض بتلف حوالين الشمس سنة، بتقعد لتلف حوالين الشمس. في كوكب بأخذ 165 سنة ليلف حوالين الشمس، أنو واحد فيهم؟ بعيد. هلأ الأرض بتأخذ سنة لتلف حوالين الشمس، صح؟ في كوكب بده 165 سنة ليلف حوالين الشمس، جاوب يلا. القمر. القمر بلفش حوالين الشمس. واحد بعيد. عطارد. بعيد بنحكي. نبتون. والله انك زقرت. هاي الهدية. ايش اسمك بس؟ محمود برماوي. قد ايه علاماته محمود؟ منيحة. هاي الك محمود من الجيم سنتر. يلا جيم شوب، يعطيك العافية. اهلا. هلا الارض بتلف حوالين الشمس كل سنة، صح؟ بدها سنة لتلف حوالين الشمس. اوكي. 365 يوم وربع. هلا في كوكب بده 165 سنة ليلف حوالين الشمس، شو هو هذا الكوكب؟ ما بعرف. جربي لك، اضربي لك كوكب من هالكواكب. يعني ممكن يكون ابعد واحد عن الشمس، ممكن اللي هو بلوتو. لا، بلوتو على فكرة نفوه من الكواكب، يعني مش من المجموعة الشمسية. يعني ابعد واحد عن الشمس ممكن يكون مشتري ميبي. انت شو رأيك؟ هي راح تجاوب، شوفي كيف راح تجاوب. نبتون. شايفي كيف جاوبت؟ هاي كمان هدية. لا، بدك هدية إلك ولا إلها؟ شو رأيك؟ هاي بدي أعطيكي هاي الهدية في جيم شوب. شو الأخبار؟ تعرف عليك؟ محمود عوجات. خالد جدو. أحمد ربايع. طيب، في سؤال بقول لك: الأرض قد إيه بدها تلتف حوالين الشمس؟ 48 ساعة. يعني أنا بعرف 24 ساعة تلف حوالين حالها مبدئياً،
48 ساعة هاي الويكند. طيب في كوكب بده 165 سنة ليلف حوالين الشمس. زحل. إجابات. أي شيء. أنت اللي جاوب مش أنا. عليكم السلام. زحل. كيفك؟ تمام الله يسلمك. عرفنا حالك؟ عماد مهرات. عماد. هلا الأرض لما تلف حوالين الشمس بدها سنة، صح؟ في كوكب بده 165 سنة. أنو كوكب هذا؟ زحل. من عندي هيك مش عارف بس بدي أضرب لك كمان واحد. المشتري. لا صعب هيك. شكرا. شو أخبارك؟ والله الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يسعدك يا رب. اسمع هلا الأرض لما تلف حوالين الشمس بدها سنة. طيب. في كوكب بده 165 سنة. ليلف حوالين الشمس. بلوتو. مش بلوتو؟ لا بلوتو طردوه زمان عرفت أنت؟ نبتون. بطل قلنا عنا بالمجموعة. نبتون. هيك زكي. هيك. طيب هاي لك الرؤية ومن مكة مول. شكرا لك. شكرا. يعطيك العافية. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. الأرض هلا بتلف حوالين الشمس بقد إيه؟ 360 درجة. قصدك 365 يوم وربع. قليل عدد ايام السنه. عدد ايام 165 وربع. صحيح. هلا في في كوكب بيلف حوالين الشمس 165 سنه. ايش هو الكوكب هذا؟ ها تعطينا خيارات. لا ما كلهم هم خمسه. يعطي خيارات. الزهره للمريخ. كمان معك واحد. زحل. إذن كان سؤالنا لليوم أي كوكب بالمجموعة الشمسية بأخذ وقت 165 سنة ليلف حوالين الشمس؟ وأكيد الجواب هو نبتون الجواب الصحيح اللي بأخذ فترة 165 سنة ليلف دورة وحيدة حوالين الشمس. وطبعاً هاي اللفة اللي بتأخذ 165 سنة طبعاً بتكون طويلة جداً، فعشان هيك دائماً حتى بالتوقعات الفلكية لما نحسب لفة نبتون بيقضي حوالي 13 سنة بالبرج الواحد، لأنه دائما هو 12 برج عندنا 13، فتقريبا بيطلعوا 165 سنة. فالجواب لليوم كان نبتون. بتمنى السؤال الفلكي اليوم أضاف لكم معلومة جديدة. إلى اللقاء مع السؤال الفلكي الجديد إن شاء الله بالأسبوع القادم.